يالا مش انت طول عمرك بتحلم تبقى زي توم كروز تن 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 ونزلك بالحبل وعينك تتخرم من الخنجر وتبقى نجم مدينة الانتاج؟ يا ابني انا عمري ما حلمت الحلم ده. لا هتحلمه النهارده. يا اما هديك بستين جزمه على دماغك. فاكس يا ابو النبي خلاص. ايوه ركز بقى مش ناقصين. ماشي. هتنزل بالراحه. حاضر. هتفكه وتجيبه معاك وانت طالع هاتي علبه كسكسي. كسكسي ايه يا عم انت؟ يا ابني انزل يا ابني انا جعان اخلص. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله. ما تخافش لو مت هتموت شهيد ما تحورش. بكتيريا لو مت سامحني. النبي يا بكتيريا. حاضر. يا رب. يلا انزل يا حبيبي. يا جماعة ما احنا منزلوني وهنرقص مع بعضينا يا جدعان. يا جدعان نزلوني طيب وانا زيكم طيب ما انا من حق افرح طيب. يا خيري بعد اذنك انا برضو ابن حتتك يا خيري. انا ابن حتتك يا خيري. يا بكتيريا فكني وحد امك. فكني يا بكتيريا بسرعة. فكك احنا هنموت. ما تخافش بس فكني. عايزك تموت قلبك يا. انت متعلم. موت قلبك يا. انا مش لعلمك انا مش هممني حاجة بس فكني بس. ايه فكني. حاجة يلا. ني فكني طيب وبعدين اتفرج. فكني طيب انا هحضر كل افراحك. ابوك لابو خيري لابو الحرام. اديني قلبك. يا ابني الكلب فكني اديني قلبك. يا بكتيريا فكني قبل ما حد ما ياخد بالك. انا شايفه ده يا لهوة. يا ابني الله يخرب بيتك يا ابني مالكش فكني يا ابني عشان اعرف احل الكلب. بس شوها كونه. بس يلا يا ابني انت هو جالك سلوخات في ايدي. ايوه خلي بالك خلي بالك ايوه خلي بالك عشان انا متشقق على شعرك. استنى. خلي بالك. اهو خلي بالك استنى اهو 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 ايه ده ايه ده يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني حاسب يلا اركب يلا انت اهو تعرفه كله لا تعرفه حرس لا ساعة حيوان مستنينك اركب يا ابراهيم بيه اركب يا شباب بيه اتفضل يا باشا اركب بسرعة سلام يا خير يا جزمة يا ابن الجزمة خدي قلبي خدي قلبي خدي قلبي يا ايه ده يا سلام سل يا جدعان يا جدعان بالراحة طيب في حضري قام فين يا نهار اسود المكان ده يا جدعان مش انت اللي خرجتنا مع اصحابك صحابي ايه والله هو ما اعرفه امال جبتنا ليه يا ابنها استنى يلا انت وهو واسمعوني كويس اذا اتتك الفرصه فاجعل منها العب يا اهلي العيد جوه يا كونو اهلا اهلا بالعيد سيرا يا موري ازيكم يا حبايبي انا الجسم اللي في البدله ده عارفه كويس كنتاك الصوت ده انا سمعته قبل كده وكنت بحبه جراثيم الشكل ممكن يتغير انما الاصل عمره ما يتغير زعافي حماده بني وحشتنا ده انتوا حبايبي ليل والنهار من قوى ومن أقايد في قلبي النار عيوني عشق اهجال اهجال وارجع وارجع ارجع حضني وريحني حضني وريحني العب كورة العب كورة خد يلا ليه عشان تشرب معانا يا صاحبي انا عايز سبورت امال عايز ايه انا عايز اندومي ظهري في المستقبل دي مش دلوقتي بدي اشرب السبورت ازيكم يا حبايبي يلا يلا
البقدونس من عند امك بتاعت البقدونس والسكلمة. نزعزل من امك اللي بتشد بودرة التسلخات عشان عندها تسلخات في مناخيرها. اي 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 انت ظالم انت ظالم انت حبيبي تعال. ايه يا حكورة يا ما بيعرفش. اي اي عايز بق من دي. عايز بق ايه ايش تف فيه يخرب بيت قرف اهلك انت كده هيجيلك الايد دي يلا ده تف فيها يا حبيبي. اوعى يلا اوعى يلا يا اكرم ما احبش اكرم يا دنيا شعر اكرم اكرم يا معافي ان شاء الله تكرت طب ما تكبر اللي بيقول حاجه بتحصل والله هتبقى اكرم هتبقى زعاف ما تشتموش يا انا قلبي ميت يا قلبي ميت يا زلمه استنى وريني انا الكتب دي ما تزعلش معلش يا حمام امسكهم كده تاني استنى كتب استنى اللبس ايوه خلي الازازه دي ورا وامسك ايه يا رفيق لما اقول لك الحاجه تسمع الكلام هات الكتب دي لا كتبي كتبي كتبك ايه ما تاخدها تقول نفسها ايه ايه انت الكتب اوعى يا سيبهم والنبي ام بتلع والله ما هسيبهم ام بتلع لهم الطعمية بتبيع فيهم الجرجير والبقدونس ياها هات يا كتب مدرسه اهو معلش يا حمادة وقتي هات كتب يوم يا ظلامي حمادة تعال معانا طيب بالسرير زيهم تعال تعال اديك لفة ليه؟ ده انا عمال ابوس رجل اهلك من الصبح عشان لفة هو اول لما الكتب وقعت هتديله لفة؟ اضربه معايا ماشي ماشي يا حبايبي أنا لما أكبر هاخد حقي منكم وأعرفكم مين حمادة بن اقعدوا قومي يا نادي عشان أقعد أيوه حمادة بن ملك رومي قيصر ايطاليا زعيم المافيا انت بتصدقوا بالله انا اللي معرف محمد صلاح على توتي وقعدت تكون فاكر بدله ميسي اللي انت لابسها دي هتنفع دي بتتباع ب 200 جنيه في وسط البلد شغال سفراجي هنا ولا ايه؟ لا انا قلت انتوا جايين الحفله فالبس لكم البدله النبيتي وبعدين انتوا اللي ما سمعتوش كلام فاكرين لما قلت لكم تعالوا معايا نروح عند خالي الكابيتانو في ايطاليا انتوا ما رضيتوش لكن انا سافرت وشفت النعيم والهني وادي النتيجه بتعمل ايه بجيب النتيجه اسكو فاكرين لما خفتوا ساعه ما قلت لكم تعالوا معايا السفاره انت عايزنا نسمع كلام واحد كنا بنجنده على قفاه يا ابني ما هو كان لازم نخاف ده منظر واحد خاله قبطان وقت سفاره ايطاليا دي في منشيه نصر دي منشيه نصر دي فيها كل سفارات العالم عند جلال فيزي وبخمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه اداني التأشيرة والباسبور وهوب كنت رومينتو خريستو بقيت في رومي يعني كل العز والنعيم اللي انت فيه دوت من سفرية ايطاليا ده ولا كأنك سافرت انجولا تخطفنا من الشارع يا حمادة يا بني عشان تفرجنا على حمام السباحة والبنات الشامع دي هننبهر احنا كده يعني لا لا يا زعافي لا لا سمح الله ما تقولوش كده يا جماعة أنا مش جايبكو هنا عشان أبهركو أنا جايبكو هنا عشان أذلكو لا لا يا حمادة احنا ما حدش يقدر يذلنا في الدنيا دي كلها إلا خير جزمة طبعا خير جزمة ايه ما خلاص عمو حمادة رجع طب عمو حمادة يا عم البطة بتعمل كده اهو فاكر يا ده كراسيم أيام زمان أيام ما كنت بتسشور شعرك في الحارة واحنا كنا فاكرين ان في كباب جديد فتح في المنطقه اسكت حاضر انت جبت البت دي منين دي شبه الصابونه الدوف يا اختي انت لسه شفت حاجه ده لسه فقره محاسن الحلو ما جاتش هنبتدي نحي بقى يا ابني انت ما كانش في ست تعرفك الا المبادئ بتاعت الحلبسه وكانت فاكره ان اسمك كاوتشر لا 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 يا حبيبي دي ايام زمان خلاص وراحت لحالها
فينيتو. انا في مصر الجديده بركب بنات احلى من دول بمليون الف مره، وانا اعرف كمان. طب ما تضيعوش الوقت واسمعوا كلامي. الوري بارتي تايم. انتوا حبايبي. تريت ليتس جو تريت ليتس جو. هو العسل قاعد لوحده ليه؟ قاعده مستنيه خطيبي. اتاخر افكسيله. الله الشباب هنا كتير وانا عم الشباب، في ايه كلك نظر بقى؟ وانا ليه افكسله؟ انا بحب خطيبي وقاعده مستنياه. بتحبي فيه ايه يعني؟ بحبه عشان هو شاعر. يقول لك شعر؟ اكيد. لو بيدي كنت البس لك هندي بري واعمل شعري كانيش كرانيش والبس لك سلسله دلدي لخرر زبجل. بس البس سلسلة ليه؟ هو انا كل وعجبتني. عجبك شعرنا؟ امشوا من هنا دلوقتي حالا. ليه؟ لو سمحتوا امشوا من هنا دلوقتي، مش عايزه اشوف حد قدامي. على فكره لو كنت عايزه تقعدي لوحدك كنت قعدتي على كرسي واحد. اتفضلوا. طب لو سمحتوا. ايه يا حبايبي؟ بقول لكم ايه؟ ايه؟ مش كفايه عليكم لحد كده؟ هو انت هتنام؟ هنام. برا اسلك هندي بريش. جو طبعا الكلام ده مش ليا. ايوه طبعا. بره.